ما ربط بين قضيتي الديمقراطية وحل القضية القومية الكردية، وبذلك شكل أحد حوامل الفكر الديمقراطي في سوريا. ورغم تعرض الحزب للعديد من الهزات التنظيمية والسياسية فيما بعد، وانقسامه بين عدة اتجاهات وتنظيمات سياسية، لكنه شكل منطلقا وبداية للعمل النضالي القومي والديمقراطي المنظم والمستمر حتى يومنا هذا في مواجهة الاستبداد ومقاومة السياسة العنصرية للنظام. لقد استهدفت إنهاء الوجود القومي الكردي واقتلاعه من أرضه التاريخية عبر العديد من المشاريع والقوانين العنصرية التي بلغت سويات التطهير العرقي المنظم. يا جماهير شعبنا الكردي، كان تأسيس المجلس الوطني الكردي خلال الأشهر الأخيرة الماضية بعد اندلاع الثورة السورية محاولة لإعادة الهيبة والأهمية للحركة الوطنية الكردية ورفض الثورة السورية بالثقة للكردي كله بعد سنوات طويلة من الانقسامات وحالة الترهل، ليكون معبرا عن الصوت الكردي الموحد يعكس أهمية الدور الذي ينتظر من الكرد في مستقبل سوريا.